مجموعه المهاجر او ما يعرف اعلاميا بمجموعه المهاجر. احنا جيت قررت عيننا يوم 10 فبراير قبل تنحي حسني مبارك بيوم على ايام محافظ المنيا احمد ضياء الدين. حضرتك من ساعتها احنا يعني لو كان الكلام وصلنا لو كان استمر احمد ضياء الدين كان زمان ثبتنا. من ساعتها احنا مرتبنا من ساعه ما توظفنا من ساعه ما استلمنا شغلنا وهو المرتب ثابت ما بيتغيرش. اولا دي القرار بتاعنا، قرار التعيين بتاعنا من سنه 2011 في شهر 2. احنا دلوقتي في الاول قاعدين نقول كمل 3 سنين بتاعتك، نكمل 3 سنين بتاعتنا بعد الثلاث سنين واخد بالك هناخد حقوقنا. عدت مكان التلاتة وقفوه التلاتة أربعة وأربعة وكمان شهرين. أصدر القرار بتاع الشهر بتاعنا يوم 24/11 أصدر قرارنا هتحطينا بند 2 على 3 اللي هناخده مرتب جديد بتاعنا. لغاية دلوقتي احنا في شهر 24/11 عدى 12 و1 و2 و3 مفيش فلوس واخد بالك. ادينا لغاية دلوقتي 4 سنين ونص ما خدناش حاجة، فين حقوقنا؟ المالية بتكلف المحافظ من 24/11 ان يدينا من الصناديق. هو بلغ المالية ان ما عنديش فلوس في الصناديق، عطوله دعم 5 مليون ما عطناش، برضه عطوله دعم 8 مليون ما عطناش. ليه الفلوس دي بتروح فين؟ طب هو بيمضيني ليه على العقد؟ معانا قرار من جهه سياديه اللي هي وزاره الماليه، ومعانا قرار من الجهاز المركزي بنقلنا على باب اول وزور. تمام، حتى الان محافظ المنيا القرار ده مش عايز ينفذه، يعني ممتنع عن قرار جهاز تنفيذ ايه؟ عن جهاز سيادي اللي هي وزاره الماليه. بناشد المسؤولين انه يبصوا لموضوعنا، لان احنا 7000 واحد 7000 اسره مش لاجلين ناكل 400 جنيه ملهاش عايزه. بقول رئيس الوزراء وبقول وزير الماليه بص للناس المطحونه في الصعيد، يا ريت ان هم يبصوا للقضيه بتاع ال 7200 دي بعين الاعتبار شويه. احنا بنهاتي بالظبط كده من 3 سنين او من 4 سنين ولا حياه لما تنادي. هو حقي انا مش لما انا بتخرج وباخد مؤهل عالي وبعد كده ما باخد مؤهل عالي بشتغل، ولا انا اقعد على الجهاوي مفيش مرتب، ولا ما ياخدوا مرتب يكون مصرين حقنا. لو انتوا شايفين ان احنا مش مصريين غورونا من البلد دي، غورونا وامسحوا جنسياتنا من الاساس. حرام على اللي بتعملوه فينا، حرام. 1 2 السحابة راحت فين؟ 1 2 السحابة راحت فين؟